مرحبا مشاهدي شاشة قناة الهلال الأزرق في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بعد الطبع الذي نحاول من خلالها أن نقرأ ما وراء الخبر، وذلك عبر ضيفي داخل الأستوديو الأستاذ محمد إدريس الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك أستاذ طه، والتحية لك والتحية للمشاهدين في كل مكان عبر المنصات المختلفة لقناة النيل الأزرق. سعيد جدا أن أكون معك في بعد الطبع. ولك التحية. نبدأ بصحيفة السوداني، جاء فيها عنوان وزير الخارجية يوني تامس تأخرت في تنفيذ المشروعات المتفق عليها. قال وزير الخارجية المكلف علي الصادق إن فريق الأمم المتحدة القطري تأخر في تنفيذ العديد من المشروعات والخدمات الفنية المتفق عليها. وطالب وزير الخارجية لدى لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لبناء السلام والشؤون الإنسانية، طالب المنظمة الدولية القيام بدورها تجاه مساندة العملية الانتقالية ودعم السلام. سبق وأن انتقدت الحكومة السودانية البعثة بتقصيرها في تنفيذ المشروعات والخدمات الفنية المتفق عليها، ما هو تعليقك؟ نعم، للمرة الثانية ربما تجأر وزارة الخارجية بالشكوى حول أو عدم إيفاء البعثة يوني تامس، بعثة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي، التي ربما متهمة بأنها اهتمت بالجانب السياسي وحتى هذا في هذا الجانب أيضا لم تحرز تقدم كبير يذكر، وهناك اتهامات حول أدائها ودورها وانحيازها وتبنيها لعدد من المواقف السياسية. هذا الرفض وهذا الاتهام ظهر من خلال المواكب والحراك الشعبي تجاه مقر البعثة. سبق وأن ظهرت وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي لتوضيح المطلوبات التي دفع بها السودان، ممثل في رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك ووزارة الخارجية في مطلوبات دعم الانتقال ما يتعلق بإعمار المناطق التي شهدت حرب وصراعات في فترات سابقة، بالإضافة إلى العمل تجاه تنمية المجتمعات الريفية وتقديم الخدمات لهذه المجتمعات في الريف، ودعم الانتقال بدعم العملية المتعلقة بإدماج القوات وما يسمى بالترتيبات الأمنية. كل هذه الجوانب تحتاج لمال قرابة 750 مليون دولار لفترة 10 سنوات لم يحرز فيها تقدم. انسحبت القوات اليوناميد، لا يزال المدنيين في دارفور يتعرضون للمخاطر. في هذا الجانب أيضا لم تقم بعثة اليوني تامس بأي جهد، فضلا عن الأقاليم الأخرى سوى دارفور، يعني في شرق السودان، في جنوب النيل الأزرق، في منطقة جنوب كردفان، كل هذه المناطق لم تشهد يعني إيفاء بالالتزامات التي يمكن أن تقوم بها البعثة الأممية. فبالتالي هذا هو أعتقد أنه جرس إنذار للمرة الثانية أو في مرة أخرى تجدد الخارجية وتلفت النظر لأنه اليوني تامس لا تقوم. هذا الحديث أيضا ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 قبل أيام، تحدث رئيس مجلس السيادة بأنهم يعملون مع الممثلين الأمم المتحدة ومنظمات المختلفة، ولكن رعاية البعثة للحوار الثلاثي لم يحرز أي تقدم ولم يشهد يعني نتائج متقدمة. نعم، إذن أستاذ محمد إدريس، كيف تنظر إلى جهود البعثة ومساعيها في الوصول إلى توافق بين الفرقاء السودانيين؟ صحيح، بنظر لهذا العمل من زاوية أنه التعويل هو على الجهد المحلي وعلى الحوارات السياسية ما بين المكونات السياسية المختلفة، لكن الأمم المتحدة يمكن أن تقوم بدور داعم، ممكن أن تقوم بدور يساعد على أنه مسارات الحوار تتقدم، لها دور يعني كبير يمكن أن تقوم به، ولكن للأسف ربما لوجود عدد من المستشارين الذين يتبعون للحرية والتغيير أو لديهم انتماء سياسية، ربما هذا الأمر الآن هو مثار اتهام. يجب أن تتخذ البعثة أو تخطط منهج محايد في إن المشهد السياسي ليس مشهد ثنائي كما كان في السابق قبل قرارات أكتوبر. هنالك مياه كثيرة تحركت، وهنالك تيارات سياسية، وهنالك إعلانات سياسية مطروحة الآن في المشهد السياسي،
هنالك أهل مصلحة من الأقاليم والخرطوم لا تمثل جميع السودانيين بالتأكيد. هذه الأحزاب التي بعدها يتحدث عن الحكم المدني وعن الديمقراطية للأسف الشديد ربما داخل الحزب تصبح هذه المعاني والقيم غير موجودة، فبالتالي يجب أن لا تنثاق البعثة وراء شعارات أو تبني موقف على حساب مواقف أخرى. نعم، بالنظر للمشهد العام في السودان والقراءات والمبادرات المطروحة وكثير من المشاهد السياسية الموجودة، ما هي توقعاتك في المستقبل القريب والسيناريوهات المتوقعة؟ ربما يذهب الأمر في اتجاه خصوصا بعد الإجراءات التي أعقبت قرارات أكتوبر والجولات الخارجية لرئيس مجلس السيادة وكثير من الأمور خلال العام الماضي من فك الارتباط ما بين المجلس المركزي، وضح أنه هنالك اتجاهات جديدة وليس باستطاعة البعض إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فبالتالي هنالك مشاهد جديدة تتشكل، هنالك تفاصيل جديدة تتضح على مستوى المشهد. أعتقد أنه السيناريو الذي الآن الرائج على مستوى المجالس السياسية والإعلامية هو أنه جميع المبادرات يتم طرحها في طاولة واحدة، يمكن أن يكون هنالك ممثلين أو 5 ممثلين لأي مبادرة ويتم حوار توافقي حول هذه المبادرات ويمضي الموضوع والتوافق بمن حضر، وهذه المبادرات وهذه المقترحات من شأنها أنها تشكل حكومة تكنوقراط بقيادة رئيس وزراء مدني يقود الفترة المتبقية من عمر الانتقال على أن لا يتجاوز الانتقال العام والنصف. نعم، إذن دعنا ننتقل إلى صحيفة اليوم التالي التي جاء فيها عنوان قياداتهم بالمجلس الانتقالي الهادي إدريس فقد الشرعية. طالبت قياداتهم بحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي جناح الهادي إدريس بإقامة مؤتمرها العام. وقال القيادي بالجبهة الثورية الأمين العام للجبهة الشعبية المتحدة عبد الوهاب جميل إن الجبهة الثورية تحتضر وإن رئيسها دكتور الهادي إدريس لا يستطيع إضافة تنظيم جديد لجهة أن الأوضاع داخل الثورية معقدة. دعنا نبدأ بما انتهى به الخبر، الأوضاع الآن داخل الجبهة الثورية. يعني الأوضاع كما هو معلوم استطاعها منقسمة، الجبهة الثورية جناح مني أركم الناوي وجناح دكتور الهادي إدريس، هنالك مجموعات مسلحة داخل التيارين. هذا الانشقاق ربما كان أثناء المفاوضات وقبل التوقيع على الاتفاق النهائي في جوبا في أكتوبر 2020. هنالك فيما يلي دكتور الهادي إدريس هنالك خلافات ما بين يعني بدأت تظهر إعلاميا ما بين داخل الجبهة الثورية جناح الهادي إدريس وداخل المجلس الانتقالي الذي يقوده الدكتور الهادي إدريس. يعني هي خلافات ربما تكون مرحلة بطبيعة الخلافات التي ظهرت داخل الجبهة الثورية. ربما كان هنالك لقاء في الدمازيل للجبهة الثورية جناح الهادي إدريس، لكن ربما لعدم وجود المكون الآخر من الجبهة الثورية الذي يقوده مني أركم الناوي لم تستطع هذه المؤتمرات التداولية أن تعمل على حل الانشقاق. بالتالي نحن أمام انشقاقين، انشقاق داخل الجسم الحركي للدكتور الهادي إدريس. هنالك حديث كثيرة تدور في الإعلام عقب رئاسة الدكتور الهادي إدريس لهذا المجلس من مجموعة بتفويض من مجموعة يوغندا، وبعد اغتيال أحد الثوار في المجلس وهو طرادة، وبعد ذاك اعتقال جنرال نمر هو الآن الوالي الحالي لشمال دارفور. هذه معطيات دفعت بأنه الدكتور الهادي إدريس في ذلك الوقت يرأس المجلس القيادي الانتقالي ومن ثم يرأس الجبهة الثورية. هذه الظروف البعض يقول إنها انتهت، لا بد من قيام مؤتمر عام لاختيار رئيس للمجلس ورئيس للجبهة الثورية. هنالك جهد يقوم به البعض في رأب الصدع ما بين مكونات الجبهة الثورية، وهذا هو الموضوع المهم، إنه هذه المبادرة إن يعني تذهب إلى الأمام باعتبار إنه تماسك الجبهة الثورية ووحدتها يجعلها قادرة على تنفيذ السلام وعلى قادر على قيام بواجباتها للمصلحة وإنفاذ الترتيبات الأمنية، وإنها تكون جسم صلب يساعد الأجسام الأخرى في التحالف الذي يضم هذه المكونات. وحتى في موضوع الحوار إذا لم تكن هذه المكونات
متفقة ومتناسقة على الأقل على الأهداف الرئيسية، لأن هنالك الآن أزمات كثيرة في دارفور تحتاج لجهد هؤلاء الناس، باعتبارهم كانوا يحملون شعارات يعني توفير الحماية والعدل والتمثيل وعودة النازحين. هذه القضايا لا تتحقق إلا إذا لم يتجاوز الناس الخرافات والصراعات السياسية. نعم، إذا الناظر إلى الساحة السياسية الآن يرى أن الساحة السياسية تشهد الكثير من الانقسامات حتى على مستوى الحزب الواحد. البعض ينظر إلى هذه الانقسامات كأنهم ميران للديمقراطية المنشودة للحكم في السودان. هذا التشظي الكبير في تقديرك ما هو السودائي فيه؟ هذه الانشغاقات للأسف أحيانا تكون هي سباق في تقاسم السلطة والثروة، وأحيانا عندما يجد الرئيس أو الزعيم في الموقع الذي وجد فيه نفسه يرى أنه هو ممكن أن يغيب المؤسسات التنظيمية التي اختارته، ويمكن أن تحكم الفردانية المؤسسة، فبالتالي من أوجب الواجبات هو تطبيق المنظومة التنظيمية التي تغيد الرئيس أو الأمين العام في تحركاته، وتكون هنالك دورات متعاقبة حتى لا ينفرد أحد الأشخاص أو أحد التيارات بالغرار، وبالتالي تكون التجربة السياسية والتنظيمية لهذه. على العموم الأمر ليس مرتبط بالحركات الكفاح المسلح ولا الجبهة الثورية، الأمر هذا موجود الآن في أغلب الأحزاب السياسية المتشظية. في صحف اليوم نطالع أنه لن يجلس المؤتمر، لن يجلس الحزب الشيوعي مع مكونات المجلس المركزي، وسبق وإن إنه كان الحزب الشيوعي من المؤسسين لمجموعة الحرية والتغيير. شهدنا أيضا الخروج الكبير للحزب الشيوعي من مجموعة الحرية والتغيير، وكذلك حزب الأمة. حزب الأمة نفسه الآن توجد حوله كثير من الاستفهامات حول قيام المؤتمر العام واختيار رئيس جديد عقب رحيل الإمام الصادق المهدي. بالتالي أيضا الأحزاب القوى السياسية الإسلامية تتبعثر ما بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، وعدد من التيارات الكبيرة المنقسمة والمنشطرة من جسم واحد، فبالتالي هذا الأمر ليس جديد. هنالك مجموعات بتصبح نشاطها أكبر من الحزب، فبيصير المسألة تيارات ومجموعات وأشخاص يديرون هذه المنظومات، فتتحول إلى منظومات بدلا أن تكون منظومات مؤسسية تتحول إلى منظومات حزبية. نعم، إذن دعنا ننتقل لصحيفة الصيحة التي جاء فيها عنوان تأجيل دفن آلاف الجثث مجهولة الهوية. قررت السلطات السودانية تأجيل تشريح نحو 3000 جثة مجهولة الهوية تمهيدا لدفنها بسبب تنامي الرفض للخطوة التي كان مقررا بدؤها الأحد. وقال مدير مشرحة مستشفى بشائر عقيل النور سور الذهب إن تأجيل التشريح والدفن جاء مراعاة لأسباب لوجستية وترتيبات داخلية بجانب مزيد من التشاور مع أسر المفقودين. من أي زاوية يمكن أن نقرأ هذا الخبر؟ نقرأ هذا الخبر من زاوية أنه هي هذه أكبر كارثة في السودان تحدث، أنه الجسامين تتكدس أكثر من 3000 في المشارح في ظل عدم وجود أي منظومة تحمي هذه الجسامين من التلف ومن حتى أسكمة الروائح العنوف في المناطق التي يقطن فيها السكان إلى جوار المشارح. ظل موضوع البعثة أو الخبير الأجنبي أو البعثة التي غدمت من الأرجنتين للقيام بعمليات الفنية المتعلقة بهذه الجسامين أيضا رفضت في ذلك الوقت. الآن بالأمس كان هناك وقفة احتجاجية، وربما اليوم ينعقد مؤتمر صحفي حول هذه الأحداث، وإنه مرفوض دفن هذه الجسامين ما لم يتعرف عليها زويهم أو لم يكن عليها مثلا موضوع الذي يتعلق بالفحص وبالعمليات الفنية المتعلقة بكشف هذه الجسامين. هذه القضية من القضايا التي أرقت المشهد السوداني ومن القضايا التي ألمت الضمير الإنساني في البلد، فبالتالي يجب أن ينظر إليها في هذا الجانب. هنالك حديث عن أنه تأخر الدفن لأسباب لوجستية طبعا، والتشاور مع ذوي المفقودين وذوي المفقودين في تلك الأحداث المرتبطة طبعا بفض الاعتصام وما تلا ذلك من أمر. فبالتالي الآن الحلول في هذا الأمر ربما تكمن في مزيد من التشاور لإخضاع هذا الأمر للجهات العدلية،
والغبول حتى إذا كان هنالك الحل هو الغبول بالبعثة الأرجنتينية فما الضير من ذلك. إذن لماذا لا يمكن اتخاذ الجانب القانوني والإنساني في المقام الأول والقانوني، مع العلم أن مجلس السيادة أصدر من قبل في أبريل الماضي قرارا بتشكيل لجنة لدفن الجثث مجهولة الهوية التي تتكدث بثلاجات المشارح والمستشفيات منعا للمخاطر البيئية والصحية؟ في تقديرك لماذا كل هذا التأخير؟ هذا التأخير مرتبط ببيروقراطية هذه الأجهزة التي يعني هو الحل في أنه تكون المسامين موجودة، هذا لن يثبت أي دلائل على 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 موضوع يتعلق بالتعرف على هوية هؤلاء المفقودين. فبالتالي الآن نحن نتحدث عن فترة طويلة جدا مضى عليها أكثر من عام وزيادة، فبالتالي كانت هنالك مسائل مرتبطة بالجوانب العدلية والجوانب الصحية وبالجوانب الطب الشرعي لم تقم في ذلك الوقت. الآن نحن أمام كارثتين، أزمة إنسانية تتمثل في وجود هذه الجثامين، وأزمة عدلية تتمثل في أهمية تحديد الجناة الذين ارتكبوا أي من الجرائم التي وقعت في ذلك الوقت، وبالضرورة هو تحديد المفقودين والبدء في هذا الملف. وهنالك تصريحات اليوم للدكتور نبيل أديب انه تحدث انه هنالك معوقات كثيرة لم تمكن اللجنة من كشف هذه الحقائق المتعلقة بفض الاعتصام. ايضا هنالك موضوع مهم يجب النظر اليه، وهو استعجال دفن هذه الجسامين إشكالية كبيرة، فبالتالي يجب أن يتروى الناس، ويجب أن هذه اللجنة التي ذكرها المجلس السيادي يجب أن تقوم بدورها وأن تحدد التفاصيل المهمة التي يحتاجها الرأي العام في هذه القضية. نعم، إذن دعنا ننتقل إلى صحيفة أخرى، صحيفة اليوم التالي التي جاء فيها عنوان اعتبارا من اليوم تخفيض حمولات الكهرباء بنسبة 40% بسبب الإضراب. أعلنت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بالكهرباء عودة العاملين للتصعيد والإضراب الشامل في كل القطاعات اليوم الاثنين، وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه سيتم تخفيض الحمولات بنسبة 40% اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. وأضافت اللجنة لن نتراجع عن التصعيد بتعلية المرتبات فقط حتى تنفيذ مكتسباتنا كاملة وإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 324 وتنفيذ تصديق الوزير كاملا. لفائدة المشاهدين، ورد في هذا الخبر تخفيض الحمولة ل40%، ماذا يعني هذا؟ من الناحية الفنية ربما يقصد أنه تخفيض الحمولة هو القطوعات، نسبة القطوعات من التغطية العامة، يعني اليوم 20% ومرجح أنها غدا تكون بنسبة 40%. كنا قد تابعنا الأسبوع الماضي الأزمة وبلغت ذروتها في التلويح بالإطفاء الكامل أو الإطفاء الشامل، بعد ذلك ظهرت مقترحات بالجلوس مع العاملين، تم تأجيل الإضراب لأسبوع، الآن مضت فترة الأسبوع، عادت الأزمة إلى وتدحرجت كرة الثلج مجددا في أزمة العاملين بقطاع الكهرباء. مرتبطة طبعا هذه الأزمة الأخطاها بمجموعة القطاعات العاملة في مختلف المجالات، اللي هو الهيكل الراتبي المرتبط بأساتذة الجامعات، الهيكل الراتبي للعاملين في كافة القطاعات، لأن هنالك كان حدثت خطوات غير محسوبة العواقب في ذلك الوقت بزيادة ومضاعفة المرتبات على إثر زادت مستويات التضخم، زادت الأسعار وتدحرجت القيمة النقدية للعملة السودانية. فبالتالي نحن أمام زيادات مفتوحة، أمام إضرابات مفتوحة. هذه الأرقام الكبيرة لمقترحات الهيكل الراتبي بتجد أن الحكومة نفسها مضطرة للاستجابة، لأنه القطاع الكهرباء قطاع حيوي والموضوع يتعلق بالقطاعات الإنتاجية وكل القطاعات مرتبطة بقطاع الكهرباء. فبالتالي ظلت وزارة الطاقة بتتحدث عن أنه المطالب وجيها وهي حق لهؤلاء العاملين، ولكن اتباع الطريقة في إنها الإطفاء يتضرر منه المواطنين، تتضرر منه المستشفيات، تتضرر منه كل القطاعات الحيوية المهمة. يعني يمكن هنالك أن يكون أكثر من تعبير للحصول على هذه المطالب، لكن ربما جرب العاملون تلك الطرق ولم يجدوا إنها
بتحقق مطالبهم، لانه في السودان في الاونه الاخيره في العامين الماضيين بقى عشان انك تحصل على حقوقك لازم تضغط في اتجاه الاضراب، الوقفات الاحتجاجيه، اغلاق الطرق القوميه، دي بقت واحده من الوسائل التي شرعنت الحكومه لها. فبالتالي عمال الكهرباء يجدون نفسهم مضطرين لاستخدام هذا السلاح الذي يتضرر منه المواطن. يعني اليوم اجزاء واسعه من الخرطوم انقطعت فيها التيار الكهربائي الشبكه، ويعني هنالك اسواق معطله، هنالك خدمات معطله، هنالك قطاعات انتاجيه معطله، هنالك احياء سكنيه فيها مرضى وفيها اطفال ونساء وعجزه كلها اصبحت خارج التغطيه. نعم، بعد زياده الهيكل الراتبي للكهرباء كثرت يعني وتكررت في الاونه الاخيره عملية الإضراب في أكثر من تخصص وأكثر من مؤسسة، هل تعتقد أن هذا سبب للتراجع أو تراجع الحكومة عن هذه الزيادات في الهيكل الراتبي؟ ربما الحكومة بتجد نفسها مضطرة لأنها تستجيب لهذه الضغوطات باعتبار حيوية هذا القطاع وباعتبار أنه المطالب مشروعة في ظل ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع. هناك حلول يمكن أن تقوم بها الحكومة وهي أنه تشتغل على الاقتصاد وتحاول أن تحسن من موقف الجنيه السوداني أمام العملات الأخرى، وإنها تساهم في إجراء الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد وبالمال وبالنقد. يعني هناك سياسات يجب أن يطبقها بنك السودان، هناك صادرات يجب أن ترتفع قيمتها، هنالك آليات بعيدة المدى كثيرة، ولكن الآن الشيء الآني في أنه تحدد سقوفات لهذه الزيادات أو المطالبات في الرواتب، لأن هنالك أرقام فلكية كثيرة بترفع من قبل العاملين. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد إدريس الكاتب الصحفي والمحلل السياسي على هذا التحليل الكافي وافي، شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا في كل مكان، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، وكالعادة تذكروا أننا خلقنا بسلام لنعيش في سلام، سلامي والفريق العامي، إلى اللقاء.